هالو، جوتن تاج، في جيتس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم. انا النهارده عايز اسالكم سؤال. ايه رايكم طبعا في التعليم اونلاين؟ طبعا احنا تقريبا 2020 خلاص ما قدمناش غير ان احنا ندرس اونلاين، فايه رايك في الاونلاين؟ وهل شاركت انت قبل كده بنفسك في دوره اونلاين او احد من اقاربك او اصحابك؟ وايه هي المزايا والعيوب اللي انت شايفها للتعليم عن بعد الديجيتال؟ وايه هي التطبيقات اللي انت استخدمتها؟ شارك معايا وان شاء الله ليك عندي هدية او مفاجأة، او انك هتشارك معايا في حلقة لايف. تشيس.